أجرت مجموعة من الأطباء بمعهد جنوب مصر للأورام أول عملية زرع نخاع من نوعها. يقدم المعهد جميع الخدمة الطبية المتميزة للبالغين والأطفال ضمن منظومة حكومية شاملة للنهوض بالخدمة الطبية في جنوب مصر. سابق طبي هو الأول من نوعه في جنوب مصر، قام به صرح طبي عملاق هو معهد جنوب مصر للأورام بأسيوط، حيث قام الأطباء بإجراء أول حالة زرع نخاع لمريضة مصابة بورم في الغدد الليمفاوية. وحدة زرع النخاع هي الوحدة الأولى في صعيد مصر، قامت بإنشائها الدولة بتكلفة ملايين من الجنيهات لخدمة مرضى الصعيد. في نوعين عندنا من الزرع، الزرع اللي هو من المريض لنفسه أو من متبرع. طبعا في مرضى كتير بيحتاجوا الخدمة دي، سواء أمراض سرطانية حميدة أو أورام خبيثة. فرصة نجاح الحالات يعني تقارب 100% مع الاهتمام ومع الفريق المتدرب. وتعد وحدة زرع النخاع هي الأولى من نوعها على مستوى جامعات ومحافظات صعيد مصر، وأنشئت منذ سنوات لكنها توقفت لفترة ثم عاولت استئناف عملها فيما بعد. الوحدة فيها فريق طبي مدرب جدا الحمد لله، وفي فريق تمريضي برضو ممتازين جدا جدا، وبتستقبل الحالات، كل الحالات اللي تم عرضها علينا استقبلناها وخدناها. معامل روتينية زي معمل أمراض الدم ومعمل الكيمياء الكلينيكية ومعمل الميكروبيولوجي، وفي معامل متخصصة زي معامل التدفق الخلوي، معامل البي سي آر والتوافق النسيجي ودراسة الكروموسومات. أي مريض هنا يدخل في المعهد سواء وخاصة أمراض الدم لازم بيحتاج المعمل للتشخيص أو يحتاج المعمل لكفاءة ما قبل العملية، أو العيانين اللي بياخدوا علاج كيماوي لازم يعمل تحاليل عشان لو في حد معين ما ياخدش الجرعات. تأتي تلك الجهود في إطار حرص جامعة أسيوط على توفير كافة أنواع الخدمة الطبية المتخصصة للمرضى المترددين عليها بصفة عامة ومرضى الأورام بصفة خاصة. احنا هنا بالعيان بنستقبله من أول ما يبقى يعني خلاص العيان دخل في استجابة تامة للعلاج، سواء عيانين زرع النخاع الذاتي أو الغير ذاتي. بعد كده بنحضره لفصل الخلايا الجذعية للعيانين اللي هم زرع النخاع الذاتي. بعد ما العيان بيفصل وبيجيب العدد المطلوب من الخلايا الجذعيه بيتحجز عندنا في الكبسوله بتاعته اللي بيبدا فيها بعد كده العلاج الكيماوي الاولاني. بعد كده العيان بعد ما يخلص العلاج الكيماوي بياخد الخلايا تاني الجذعيه، وبعد كده العيان بيفضل معانا تقريبا في خلال اسبوعين لثلاث اسابيع بعد زرع الخلايا، اللي هو بيبقى تحت العلاج التدعيمي لحين ما تدفع صوره الدم بتاعته والعيان يبقى اموره ستيبل بالنسبه لنا. وهكذا يتواصل الدور الرائد والفاعل الذي يقوم به معهد جنوب مصر للأورام في خدمة أكثر من 60,000 مريض من المترددين سنويا على المعهد من مختلف محافظات الصعيد، من المصابين بمختلف أنواع الأورام من الأطفال والبالغين.